السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ولاد؟ رجع لكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو هذا راح جبنا لكم تجميعه، اي واحد مطفر، اي واحد يبي بي سي، يبدا بي سي لكن ما معه فلوس، تجميعه تشغل لك معظم الالعاب باذن الله. موجوده التجميعه هذه على اليوتيوب، تقدر تبحث عنها وعن قوة الكرت حقه والمعالج. تجميع بقيمة 1800 ريال وكسور تقريبا 50 او شيء زي كذا، مع الشحن واصلة عندك من موقع نيويورك. فما بيطول عليكم اكثر من كذا واخليكم مع التجميع. اول شيء عندنا هنا يا جماعة الخير من EVGA GTX 1050 2 جيجا اللي هو الرام حقه الجي دي دي ار 5، مش بطال يعني شغل لك معظم الالعاب الكرت هذا، لكن ما هو على الترا او، لكن شغلها لك على هاي ميديوم هاي على اغلب الالعاب يعني. فاعتقد سعره ممتاز، قيمته 487 ريال يعني بلوشي، رخيص جدا. طبعا ما يهم هو سعر الكرت هذا، تلقاه مثلا الان ب 487 فيه يجيك بعضه. شو كم قيمته مثلا؟ كان 770 خصم عليه خصم، ده تقريبا 600 ريال راح يكون، او فرق 200 ريال و 300 ريال عشان فيه زياده مروحه. لكن كرت مثل هذا ما تحتاج مروحه الدبل فان ابدا يعني، مشي وضعه الكرت ده. فنجي للي بعده، هو الكرت اللي هو كرت، هو عندنا المعالج اللي هو الانتل اي كور 3 8100 الجيل الثامن، اخر من نزل الاي 3. طبعا قوته الاي 3 تقريبا زي قوه الاي 5 الجيل السادس تقريبا، او الجيل تقريبا الجيل السادس. انا الان اللي عندي الجيل السادس الاي 5، يشغل جميع الالعاب ولا يتعب، واسوي عليه مونتاج واسوي جلد وجلد ماشي اموره. قيمته ب 487 سعره، يعني اللي بياخذ مثلا الاقوى منه فرق 100 ريال وشي راجع لك، لكن انا بجيب ارخص تجميع ممكنه تحصل للبي سي. 8100 اي 3 تقدر تحصل مقاطع باليوتيوب، جبار صراحه يعني بالالعاب، يمشي وضعه ماشي. كان الاي 3 قبل ما يستخدمون بالالعاب الجيل السابقه لانه كان نواتين، اعتقد الحين صار ثلاث عنويه او شيء كذا، فوضعه ماشي. فعندنا هنا المذر بورد من جيجا بايت الزد 370 بي، هذه مش بطاله، تدعم الجيل الثامن من المعالجات، تدعم الاي 3 اللي هو زي اللي قبل شوي اللي اوريتكم اياه، تدعم الرامات برضه دي ار 4 سرعه اللي تبي، موجود من 4000 لو تبي. طيب قيمته 338 ريال، قيمه يعني جدا رخيصه يعني. المداخل اللي فيها زي ما تشوفون يو اس بي 3 اربع مداخل، فيها مدخل اتش دي ام اي، لكن لما تستخدم تدخل الاتش دي ام اي حقك في كرت الشاشه ولا ما استفدنا. طيب نشوف اللي بعده. اللي بعد عندنا الرامات من جي سكيل، الجي سكيل 8 جيجا رام، 8 جيجا رام شغل لك اغلب العاب تبي 8 جيجا رام اصلا، يعني بنسبه 90% من الالعاب. بعض الالعاب يبون يعني اكثر من 8، هو 8 يعني، لكن انت تحتاج يعني مثلا 12 او 10 رام عشان تشغل اللعبه ما تصير عندك لاج ودروبات. لكن عندك انت 8 جيجا يعني 99.9 من الالعاب تشتغل معك. تحتاج هذه دي دي ار 4 2133، تدعم على نفس المذر بورد قبل شوي. وعندنا هنا ستورج عندنا اللي هو البلو دبليو دي بلو 500 جيجا، تقدر تاخذ 1 تيرا اذا انت تبي. قيمته تقريبا اعتقد ما هو فرق مره، فرق 30 ريال، لكن انا قلت لكم ابي ارخص تجميع ممكنه. يعني تقريبا 500 جيجا ممتازة للعب العاب، لكن واحد تيرا احسن اكيد. وعندنا اخر شيء هنا اللي هو الباور سبلاي اللي من رايد ماكس، 400 واط شيء ممتاز، ما تحتاجه اصلا. 300 لو تقول 300 لك شيء فرق ريالين او 3 ريال، 5 ريال فرق، فقلت ما تستاهل اصلا. خذ 400 واط تشغل لك، تجلس معك حتى تطور الجهاز ماشي معك 400 واط ولا فيها اي مشاكل. ومجموعة التجميع هذه طبعا واصلة عندك هذه. يا الإعلانات، يا الإعلانات يا جماعة، اللي عنده حل الإعلانات ذي كتب لي فوق الكومنت، سويت عليها كل شيء ما ينفع. طبعا قيمة التجميع هذه يا جماعة الخير 1852 تقريبا. البلاي ستيشن برو قيمته
على 1600 وشي، يعني نسبة متناسب زي بعض دول قيامهم. هل أنصحك بالتجميع ذي؟ أنصح كل من كان جديد على البي سي بيجرب البي سي، يمكن يمشي أموره، ها من ماشية يعجبه ما يعجبه، يشتري التجميع ذي. لا إله إلا الله، يجرب إذا ماشي أموره وعجبته أموره زي الحلاوة يعني زي التوب، خلاص يكمل معه يطور جهازه بعدين اللي يعجبه. حتى المذر بورد قابل للتطوير، كل شيء قابل للتطوير إن شاء الله. لكن إذا ما أعجبته يعني يبيعه ولا يصير عنده خسارة عالية. فهذا اللي عندي اليوم، يعطيكم ألف عافية جماعة الخير على المشاهدة، تنسوا تسوي اللايك سبسكرايب وشير للقناة. والشباب نبي دعم شوي، لأن الدعم طفأ شوي، مع أن وصلنا تقريبا 2400 مشترك، باقي أظهر 20 مشترك أو شيء، ما بقى شيء، لكن المشاهدات يا جماعة الخير جدا طايحة بالأرض. نبي دعمكم ونبيك تنشر مقاطع بكل مكان. بإذن الله راح نستمر معكم. كان معكم باسم من قناة هيسوكا، والسلام عليكم.